لقاؤنا اليوم مع الأسير البطل إبراهيم فايز أبو علي، هذا البطل الذي شكل نضاله شرف لنا وللإنسانية جمعاء. والله إنه كويسه لا والله محترم إبراهيم، والله محترم وراجل، والله عمره ما ضر أخوه المسلم ولا عمره ضر جار ولا عمره ضر أي إنسان. في ست خليك بس أنا مبسوط لما نميت طلعوا الناس السجناء والمعاء وقولوا إبراهيم إبراهيم، افتخار إلي.